الموضوع مهم جدا يا جماعة. لو انت وصلت لغاية النقطة دي في الفيديو كونسيدر الموضوع، جرب حظك، انت مش خسران حاجة. بسم الله الرحمن الرحيم، يا اهلا وسهلا، اهلا بكم في فيديو جديد. عنوان الفيديو زي ما احنا شفنا اتراكتف شوية. اغلب الفيديوز عندي على القناة بيكون شرح لحاجة معينة، توتوريال معين، وبالتالي بدخل بقول المقدمة وبدخل في الكونتنت على طول على أساس إن هو يكون حاجة معروفة في خطوات أو عناصر أساسية أنا حاططها في السكريبت بتاعي على أساس إن أنا أصور عليه الفيديو. دايما بيكون في بعض الناس بتسألني عن أسئلة بحس إن الإجابة بتاعتها شوية personal experience، تجربة شخصية، أكتر من إن هي حاجة تتشرح على الكمبيوتر او على حاجة زي كده. فاجي اجهز كونتنت او اجي اجهز سكريبت مكتوب على اساس ان انا اجاوب على السؤال ده، ولكن احس اني وانا بصور فيديو ان الفيديو ده مش احسن حاجة علشان انا عمال بس باصص للكاميرا وعمال اتكلم، فربما يعني حتى الجزء اللي انا سجلته ده ممكن يكون عدته مرتين ثلاثة علشان انا مش متعود اني اتكلم عن حاجة بيرسونال كده لربما تكون موجودة في فيديو، والفيديو ده بالنسبة لي حاجة مستمرة موجودة لفترة زمنية طويلة. والدليل على كده ان السلسلة المشهورة عندي على القناة بتاعت أساسات البحث العلمي، انا كنت بصورها على اساس ان انا ما كنتش عامل حساب انها تخش على اليوتيوب اصلا، ولكن كنت بصورها على اساس ان احنا عندنا في التيم انا عايز اشارك مع الناس شوية خطوات معينة. قررت ان انا اصور السلسلة دي وابعتها على الجروب بتاع التيم، فحطيتها على اليوتيوب وبدأت ان انا اعملها شيرينج علشان الناس يعني بتحب الشخص الكونتنت كرييتور كده، بتحس ان هو حاجة يعني. فبدأت اشاركها، فالسلسلة بدأت تجيب زي 5 فيوز 10 فيوز، الفيوز بتاعتها قليلة خالص، ولكن انا كنت بصور السلسلة وكنت بصورها في رمضان والناس كان عاملة دوشة في الباك جراوند بشكل كبير جدا، ولكن بصور السلسلة علشان أشاركها مع الناس عندنا في التيم. ما تصورتش أن السلسلة دي ممكن توصل ل80,000 فيو، توصل عدد كبير وتساعد عدد كبير، وناس كتير جدا تبعت لي أن السلسلة أصلا موجودة في زي موديولز كده هم بيعملوها على أساس أن هم يعلموا الناس أساسيات البحث العلمي، وفيديوهات كتيرة جدا عن السيستماتيك ريفيو والميتا أناليسز والمحتوى اللي احنا بنكتبه عندنا على القناة. فإن شاء الله هحاول خلال الفترة الجاية أن أنا أنزل حاجات زي personal experience كده ممكن تكون مهمة للبعض، ولكن إحنا بنحاول ونشارك الحاجات ككونتنت كرييتور يعني. يعني أخدنا قرابة 3 دقايق أو 4 دقايق بنعمل introduction للموضوع، فلو أنت يعني تتفرج لغاية دلوقتي أحب أشكرك للحظة دي. بالنسبة للموضوع عن ليه أصلا اشتركت في الماشين ليرنينج ديبلوما، خليني أحكي لكم أن أنا كنت عملت تجربة كده بسيطة مع كورس لجامعة هارفارد على إدكس كان اسمه Data Science with R. لما بدأت الكورس ده هي Professional Diploma أو Professional Certificate، فيها أكتر من كورس، ولكن لما بدأت الكورس ده على إدكس ما كنتش عارف أصلا يعني إيه Data Science with R، واتفرجت على أول كورسين في الـ يعني في الكورسز في السيرتيفيكت دي وما زلت برضو مش فاهم يعني ايه داتا ساينس وذ ار. ولكن كان في محاولة من 3-4 سنين كان انا اتعلم بايثون، والمحاولة دي كانت فاشلة، ما فهمتش اي حاجة فيه وحسيت انه هو كومبلكس خالص، وما اتعلم برنامج يعمل مثلا ستاتستكس على طول اللي خليني اتعلم لغة برمجة. بعد كده لما اتعلمت الار، اول كورس كان انترودكشن تو ار، والكورس الثاني كان داتا فيجواليزيشن يوزنج ار. فالكورس بقى Introduction to R كان فيه Interaction على حاجة اسمها Data Camp، لأن أكيد الناس تعرف الحاجات دي، فحسيت إن هو الموضوع سهل. أنا فعلا بكلم الكمبيوتر بقول له مثلا اعمل لي جمع لكذا وكذا، هيعمل لي جمع لكذا وكذا، فحسيت إن الموضوع بتاع الـ R سهل شوية. ولما دخلت بقى للكورس التاني بتاع Data Visualization ولقيت إن أنا ممكن أحط له شوية داتا وتعمل شوية Visualizations Impressive، برغم ان داتا سيتس دي هي كانت جاهزة والكودز هي جاهزة، انا جست بعمل كوبي بيست، ممكن اعدل في شوية حاجات بسيطة خالص ويطلع لي شكل فيجر جامد. ولما نزلت الفيجر ده على الفيسبوك الناس كلها كانت مبسوطة بالليفل، وكان في انتراكشن قوي جدا من الناس، وحسيت ان هي حاجة صعبة الناس توصل لها، فحسيت ان هو الداتا والكودينج حاجة مهمة جدا. بس الموضوع ده كان يتعارض مع وجهة نظر شخصية، وهي فكرة اني بحب الويت لاب اكتر من الكودينج.
دايما مرتبط في مجال الجينز والجيناتكس والبايوكيمستري والموليكولر بيولوجي. فكرة ان الشخص المهتم بالحاجات دي يكون في اللاب، ما فيش شغل داتا في الموضوع. يعني جربت الويت لاب فاكتشفت ان هو انا يعني احب اكتر او اميل اكتر للويت لاب، للشغل المعملي، اكتر من ان انا يكون المسمى الوظيفي في المستقبل بتاعي ان انا شخص قاعد على الكمبيوتر. يعني انا بحب الانتراكشن، بحب التيتشنج، بحب التدريس، بحب ان انا اروح واجي، ما يكونش شغلي كله على الكمبيوتر. لان انا اشتغلت شوية كده فريلانسنج على الكمبيوتر فالموضوع كان شوية متعب للأعصاب ومفيش فتنس والامور خربانة خالص. فحسيت بص انا لا، انا مش هدخل في مجال الداتا ده خالص علشان انا مش حابب اكون حاجة زي كده. ولكن بعد فترة، بعد تجربة، بعد ما خلصت جيش، بعد ما بدأت اشتغل فريلانسنج شوية، بعد ما جربت فيديوز، بعد ما جربت فيلز، بعد ما رحت حضرت وركشوبس هنا وهنا، فاكتشفت اني وكان في فيديو على اليوتيوب برضو كان زي شورت على اليوتيوب بيتكلم على في بلاد بره في امريكا، كان في حد بيسأل الناس زي اللي هو انت بتشتغل ايه او علشان تجيب العربية دي. فكان بيسأل الناس انت دلوقتي بتشتغل ايه، فكان الناس كلها بتقول مثلا مبرمج، او الناس كانت بتقول داتا ساينتست، او الناس كانت بتقول كذا. فكان هو عامل زي كاتيجوريزيشن كده في فيديو واحد للناس بتوع الداتا ساينس كلهم والداتا اناليسز، والمرتبات بتاعتهم كلها كانت فوق ال 150 الف دولار في السنه. How much do you make? Guess. 90. A little higher. 150. A little higher. 2. A little higher. Tell me. I'm a data scientist. 245. Holy moly. على النقيض كان الناس بقى اللي شغاله تيتشرز، الناس اللي شغاله لويرز، الناس اللي شغاله دكتورز، الناس اللي شغاله نيرس، الناس دي كلها كان مرتباتهم في بعض المرتبات بتبقى 70 80 الف دولار في السنه، وفي بعض المرتبات بتبقى 100 120. ما فيش حد في الفيديوز كلها، اتفرجت على 10 15 فيديو كده اللي هو الشورتس، ما فيش حد في الفيديوز دي كلها وصل المرتب بتاعه بعد خبرة مثلا سنة أو سنتين وصل المرتب بتاعه لـ 150 و 160 ألف غير الناس بتوع الداتا ساينس والداتا أناليسز وسبيسيفيكلي الناس بتوع الداتا ساينس. فحسيت أن الموضوع يعني هو بس مش مقتصر على الوضع هنا في مصر. الوضع هنا في مصر عرفته من فين؟ عرفته أن أنا لقيت ناس كتير جدا بتشتغل ويت لاب. اي حد كده متبرمج في دماغه ان هو بعد ما يخلص او اثناء الجامعه بتاعته ان هو يروح يحضر وركشوبس عن ازاي يشتغل بي سي ار، ازاي يشتغل جيل الكتروفريسز، ازاي يشتغل موليكولر، ازاي يشتغل مايكرو، الحاجات دي كلها سيل كلتشر، الكلام ده كله. فده لقيت ان في عدد كبير جدا من الناس ومعامل كتيره جدا بتدرب على الحاجات دي، فئه قليله جدا قليله جدا في مصر اللي بتشتغل في الجزء بتاع الداتا ساينس والباي انفورماتكس والجزء المتعلق بالداتا. والفئة القليلة دي هي اللي الدكاترة اللي أنا على تواصل معاهم بيطلبوها. يعني في دكتورة في مدينة زويل قالت لي بص احنا حاليا مش محتاجين مثلا الناس بتوع الويت لاب لان احنا نعرف نعمل الويت لاب، بس احنا محتاجين مثلا باي انفورماتيشن بشكل قوي جدا. قابلت دكتور برضو في مستشفى 57 قال لي نفس الكلام، قال لي ان احنا بيكون اغلب البوزيشنز المتاحة للناس بتوع الداتا ساينس والداتا يعني الباي انفورماتيكس بمعنى اصح. فحسيت ان هو الريكوست للباي انفورماتكس والداتا ساينس في مصر عالي جدا علشان العدد بتاعهم قليل، فده هيوفر بوزيشنز كويسه جدا. الاوبشن الثاني او الحاجه الثانيه حسيت ان هو ايفن لو حد سافر بره مصر فهو البوزيشن ده في بلاد بره هو برضه بوزيشن مازال قوي ومازال بيجي له فلوس ومازال الناس بتكسب منه كويس. وهي فكرة ان الناس بتكسب منه كويس مش فكرة يعني مش فكرة التربح، لان انت لو بص على موضوع التربح فالكلام ده كله برضو مش تربح. يعني في بيزنس بقى وانك تكون بيزنس ميكر وانك تكون انتربرنور رائد اعمال والحاجات دي بيجيب فلوس اكتر، بس انا بتكلم على الحاجات اللي هي اتشيفابل وجزء اللوك فيها مش اكبر حاجة. فده يعني ده كان عنصر تاني من العناصر اللي خلتني اهتم بموضوع الداتا ساينس. العنصر الأخير هي فكرة إن يعني لما تكلمت مع أكتر من حد اكتشفت إن هو الموضوع مش سيبريتد. يعني مش لازم تكون يا إما ويت لاب 100% يا إما بتاع باي انفورماتكس 100%، لازم يكون عندك التو اكسبيرينس مع بعض. وما فيش مشكلة إنك تجرب الاتنين وبعد ما تجرب الاتنين تختار أنهي الأكتر. طيب تجرب الاتنين، احنا هل في مصر بوزيشن ان احنا نجرب مثلا الويت لاب دي؟ هتلاقي ان البوزيشنز دي ليميتد جدا.
وخصوصا بعد الكورونا وبعد ارتفاع اسعار الدولار بقت كل حاجه يعني بتتحسب برقم كبير جدا. فحتى لو في بوزيشنز او في اماكن اصلا معاها فند بسيط تعمل حاجه زي كده وبتانفولف فيه ريسيرش اسيستنت وكده، البوزيشنز دي اصلا بقتش موجوده. بقى كل الاماكن اللي فيها ويت لاب بقت حاجات غاليه جدا، وبالفعل الناس الموجوده في المكان ده عندهم قدره ان هم يشتغلوا بروجكتس، مفيش بروجكتس شغاله. فده الوضع في مصر. فحسيت ان انا مش عارف اجرب موضوع الموليكولار بيولوجي البيت لاب ده هنا في مصر بشكل كبير، وعندي ريسيرش اكسبيرينس وعندي كل حاجه، ولكن الفكره في يعني الناس اصلا ما عندهاش بوزيشن لحاجه زي كده، مفيش فلوس ان هي تمولك انك تيجي تشتغل عندها في بروجكت زي كده. اكيد انتوا فاهمين وجهه نظري. فقلت ان انا هفضل قاعد في مصر مش عارف اجرب الويت لاب، طيب ما خلينا بقى نجرب برضو الجزء بتاع الداتا ساينس. لربما اجرب الجزء بتاع الداتا ساينس يكون عندي اندرستاندينج في الموضوع بدل ما انا كنت مقفل الموضوع شويه، فافتح الجزء بتاع الداتا ساينس والباي انفورماتكس والحاجات دي، بحيث ان انا لما افتح الجزء ده ممكن يساعدني في اني مثلا اخد بوزيشن كويسه، وبعد لما اخد البوزيشن الكويسه دي لو انا فضلت في الفيلد ده ومحبتوش اقدر ان انا اجرب الويت لاب في البوزيشن ده او في المكان ده. هي فكرة انك يعني انك تسافر على حاجة زي كده لو انت مهتم بالسفر. اهتمامي بالسفر ما هو مش كل حاجة، يعني هو يعني موضوع السفر ده خلينا نتكلم فيه في فيديو تاني بالتفصيل، اهداف وراه كبيرة جدا، والحمد لله كنا قدمنا قبل كده على حاجات كتير وتقابلنا فيها، وخليني برضو اتكلم على موضوع السفر ده في فيديو تاني. ولكن لا اقصد ان هو موضوع انك تطور نفسك. فكرة السفر دي مش فكرة السفر لذاتها، فكرة السفر اللي فكرة انك تكون في عندك كومبيتيشن، عندك في حاجة بتعملها. يعني لو ما فيش سفر، في انك تقعد في مصر، في انك يعني تفضل في الوضع الحالي في مصر، في انك ما تطورش من نفسك، في انك تشتغل اشغال روتينية بمرتبات يدوب تعيشك. فدي كلها حاجات في مصر. إيفن انك مش عايز تسافر، عشان احنا برضو قلنا السفر ده هيبقى في فيديو تاني، ولكن لو انت تعلمت الحاجات اللي بره دي تقدر انك حتى تشتغل هنا في مصر بوزيشن كبير جدا وبوزيشن مطلوب زي ما وضحت. فهو ده الفكرة بتاعت الداتا ساينس. وبعد ما دخلت في الموضوع شوية، مش عايز اقول ان انا فاهم في الموضوع، ولكن دخلت في الموضوع شوية اكتشفت فعلا ان الموضوع ومع الـ AI والحاجات الجديدة دي الموضوع مهم جدا يا جماعة. لو انت وصلت لغاية النقطة دي في الفيديو كونسيدر الموضوع، جرب حظك، انت مش خسران حاجة، انت بتتفرج على شوية كورسز بتعلم شوية حاجات، فعلا انت مش خسران حاجة، ولكن الموضوع مهم جدا، الموضوع اتراكتف جدا وكل يوم بيزداد عن التاني. لقيت بقى الدبلومة بتاعت الماشين ليرنينج في الJUC، اتعلمت برضو شوية حاجات كده فيديوز من الناس اللي بيتكلموا فيها بقى على البيرسونال اكسبيرينس، عشان كده انا ده اللي خلاني اصلا اصور الفيديو. فتكلمت بقى مع يعني اتفرجت على فيديوهات ناس بتتكلم ازاي اصلا تتعلم الموضوع، ممكن نعمل لها فيديو تاني لوحده. ولكن الفكره انك عايز تفكير، يعني انا عايز اتعلم في حاجه تشو تكون ظاهره وفي نفس الوقت تخش في ريل بروجكتس، ما يفضلش ان انا اتعلم في حاجات نظري وما يكونش فيه اي واقع ملموس للموضوع، لا انا عايز اخش في مشروع فعلي. فلقيت ان الشوينج دي من ضمن الشوينج انك تاخد دبلومة من مكان كويس، ده فاليو يعني بتدفع فلوس لتعليم معين، ولكن التعليم ده بكل الطرق بيعود عليك بشوينج كويس، بيعود عليك بإديوكيشن جودته كويسة، بيعود عليك بحاجات كتير. انا لو معايا فلوس ورجع بيا زمن كان ممكن ادخل للAUC مثلا، ظنا مني ان التعليم بتاعها كويس، هي فعلا التعليم بتاعها كويس. فكرة برضو التعليم كويس هي فكرة، وده برضو ممكن نعملها فيديو تاني، هي فكرة ان شوية الحاجات المعطيات البسيطة اللي هاخدها في مراحل التعليمية اقدر ان انا استخدمها واطبقها، مش عمال اكوم شويه حاجات وفي الاخر بطلع سوق العمل اكتشف ان الموضوع ملوش اي علاقه باللي انا اتعلمته. فالماشين ليرنينج دبلوما من ضمن الحاجات الادفانسد خالص في الداتا ساينس، واللي شايف ان هي حاجه كومبيتيتيف بالنسبه لي. كان في دبلومات كتير عن باي انفورماتكس بس حسيت ان
الكونتنت بتاعها ممكن الناس كتير تعرفه، فجست انا ممكن اجيبه من اي حد او ممكن اتعلمه. الماشين ليرنينج الكورسز فيها برضو موجودة على الاونلاين، ولكن قليل خالص انك تلاقي حاجة ماشين ليرنينج في ايجيبشن سوسايتي او في مجتمع مصري. فاخترت حاجة زي كده على اساس انها تكون كومبيتيشن او مغامرة جديدة، نشوف الموضوع ده على ايه. انا لسه جاي النهاردة من السكند سيشن، فدعواتكم كده بالتوفيق في باقي الدبلومة. ولو الفيديو ده عجبكم، طولت في الفيديو خالص بس اتمنى ان هو يكون مفيد، لو الفيديو ده عجبكم ما تنسوش بقى تكتبوا في الكومنتات ان الفيديو ده مهم، اكتبوا في الكومنتات اسئلة تحبوا ان انا اجاوب عليها. معرفش بقى علشان كونتنت كرييتور فبتحس انك زي واعظ كده في الموضوع، ولكن يعني هي دي personal experience، فيها صح وفيها غلط، احنا بنجرب وبنحاول. نشوفكم في فيديو تاني، سلام عليكم. دي مشكلة برضو انك تسجل فيديو من غير سكريبت، فحاسس ان انا بدأت جملة قوية ولكن مش فاكرها، واقف بقالي دقيقتين علشان اكمل الفيديو ولكن مش فاكر.